ولنا في تمسك شعبنا الأبي بتعاليم دينه الإسلامي الحنيف وإصراره على مطالبه وتلاحم صفوفه ومحافظته. مرت يوم أمس الأحد الذكرى السنوية العاشرة لرحيل شيخ الكرامة عبد الأمير الجمري الذي قاد انتفاضة التسعينات من القرن الماضي في البحرين. ولد الشيخ عبد الأمير الجمري في العام 1937 في بلدة بني جمرة لعائلة ميسورة، إذ كان والده منصور مدرس قرآن وصاحب مصنع للنسيج اليدوي، فيما كان جده عبد الرسول تاجرا للأقمشة في المنامة. والله على ركوب الهزيل ما لي استطاع. أصبح خطيبا حسينيا في سن 17، وقبل أن يشد الرحالة إلى النجف بالعراق في العام 1962 ليعود إلى بلاده بعد عقد من الزمن، وتم انتخابه مع الشيخ عيسى قاسم عضوين في أول برلمان في البحرين بعد استقلالها. إنه لا يجوز بحال أبدا أن نتراجع أو نتسامح. عرف بمعارضته الشديدة لقانون أمن الدولة وحتى حل البرلمان، ليتم تعيينه في العام 1977 قاضيا للمحكمة الجعفرية وحتى العام 1988 عندما تم عزله واعتقاله لأسباب سياسية. أن نقيم الأشخاص والمشاريع من خلال انسجامها مع الحق وقربها أو بعدها عنه، لا من خلال مظاهرها أو أسمائها أو دعاواها. كان في العام 1992 عضوا في لجنة العريضة الشعبية التي طالبت بإعادة الحياة البرلمانية التي قضى عليها الخليفيون. اندلعت إثر ذلك انتفاضة الكرامة في التسعينات من القرن الماضي، والتي قمعتها السلطات وكعادتها بكل شدة. أفضت الانتفاضة إلى اعتقال الشيخ الجمري والحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما، وقبل أن يطلق سراحه في العام 1999 عند تولي حمد الخليفة لمقاليد الحكم في البحرين، لكنه ظل حبيس داره. فقد سيرونه أني كنت أستاقب استياق يعقوب إلى يوسف. تدهورت صحته إثر ذلك وحتى رحيله في 18 من ديسمبر من العام 2006. أسس الجمري حوزة الإمام زين العابدين في بني جمرة، وترك عددا من المؤلفات ومن أبرزها واجبات الإنسان والإسلام وشؤون الإنسان. رحل الجمري لكنه ترك جمرة الثورة في البحرين متوقدة لتندلع شرارتها بعد 4 سنوات من رحيله، ولا زالت متوهجة وحتى تحرق نظام عائلة آل خليفة بنيرانها.